يخش. جمهور ايه يا فندم؟ هو لما يستدعي 15,000 عيل قليل الادب يخش ويشتموا جيش مصر وحضرتك وزير في الحكومه؟ ما حدش شتم جيش مصر يا سياده المستشار. ما فيش حد شتم جيش مصر. النادي الاهلي نادي الوطنيه. نعم النادي الاهلي نادي الوطنيه. مين يقول كده؟ ما فيش حد في النادي الاهلي يشتم جيش مصر يا سياده. اتشتم. لا ما فيش حد. سيادة المستشار اللي بيكلمك الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. مفيش حد. لا لا, 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 لا ممكن تسمعني دي يا سيادة المستشار؟ شتمت مصر كلها السنة اللي فاتت وشتمت النادي الأهلي كله وشتمت رموز النادي الأهلي. ما تنساش. لا يا راجل لا لا لا, أنت محتاج تعتذر لمصر كلها. محتاج تعتذر لأمهات مصر. كابتن عبد العزيز محتاج إنك أنت تعتذر للناس اللي أنت سخرت من خلقة ربنا فيهم. في ايه؟ انت محتاج تعتذر لمصر كلها. نعم. انت محتاج تعتذر لنادي الزمالك والكرسي نادي الزمالك. انت مين؟ اللي انت قاعد عليه. انت كرسي نادي الزمالك ده كرسي محترم. كابتن عبد العزيز. ايام حلمي زنبوره. كابتن عبد العزيز. وتتكلم بقى. سياده المستشار. انت يا راجل محتاج تعتذر لنفسك. كابتن عبد العزيز لو سمحت. كابتن عبد العزيز. انت محتاج تعتذر لنفسك. كابتن. عارف يعني ايه تعتذر لنفسك؟ انا بستاذن حضرتك. عشان يبقى عندك شويه سلام. تقدر تعامل بيها الناس باخلاق كريمه. انا محترم. لا انت محترم ايه؟ محترم. كابتن عبد العزيز. كابتن كلها. كابتن